اذا كان تحبوا نعمل تو مقارنه بين جمعيه اربعه هذو من الكبار لعبت فيهم خمسه شو تنجم تقول خمسه به صحيح لازم عندك خمسة. حق عندك حق اكثر, أكثر خمسه جمعيات تتروي في تونس صحيح عند مع سيابي زاد كيف كيف جمعيه كبيره لا لا اكيد اما نحكيش عن فهم انا جيت كبار الكل بكبار في تونس انا سما سما يمكن نعرف بسالني سؤال هذا مخمم فيه في الانرجي نرجع شو كيتا كومباريزون بينهم الاربعه بالخمسه ولا لا انا مش نمشي معك اللي بيت خاطر السؤال هذا سؤال نقولوا نحن نجم يكون دوار متاع فيلو والله والله دوار متاع خاطر اسمع بيقول نحن مشكلتنا مش مشكلتنا اللي كل واحد يشوف هو جمعيته عندها تاريخ المشكله اللي ثم جمعيات تعرف تحافظ على التاريخ نتاعها ثم جمعيات تعرف تحافظ على التاريخ نتاعها اكزامبل نعطيك الترجي هذه التونسي كيف حافظت على التاريخ نتاعها حافظت على التاريخ نتاعها قاعده تقوي في الحاضر والمستقبل مش مقدمه تاريخها ذاوي والكونتر جمعيات اخرى مش تاريخ نتاعها ضعف فيه بالحاضر والمستقبل عند اي قاعده من سؤال تو انت لا لا بالعكس بالعكس جاوبني بالعكس جاوبتك انا قلت لك كل جمعيه عندها تاريخ باهي خلينا نسهل لك نبدأ من ناحيه الاداره لا الاداره ترى زياده التونس قايدر من ناحيه الجمهور جمهور كل جو كل 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 جمعيه وجمهور باه تقول لي على تحكي قاتل انا لعبت في الامام باهي تاع جمعيه هذوما الكل انت جمهور باه نجم نميلوا شوي للنادي الافريقي باش تقول لي عليه خاطر المشاكل اللي صارت النادي الافريقي نتصور كان صارت الجمعيات اخرى راهي في مشاكل كبيره برشا حتى الكبار هذو حتى الكبار باهي من ناحيه الفلوس الترجي هذه تونسي جمعية خليت فيها أكثر فلوس لا هذيك ما سمعش واحد ما يخلش جمعية ما يخليش فيها فلوس يعني الأكثر ما تعطيش المنطقة والله 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 يا سلام كل جمعية تخلي فيها فلوس ما نعرفش معناها ما نجمش خاطر عندهم برشا الحقيقة واللي شي فرهربوا علي والله والله أقسم بالله لا خاطر ما سمعش واحد في طول مش كان علينا نحكي بصفة عامة على الجوالات الكل ما خلاش خلاش فلوس وين كنت تخلص اكثر جوائز في تونس اي في هذوما في تونس بريسكو من كل قراب لبعض نجم يكون شكون ترج والاقل ستاد باي